مش كنت حماك فرد كلاس سنين الشله يعني نقولوا لا 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 مش الشله مش الشله فرقنا تفرقنا زعما جيت باش جيت باش نفسها على القرايه يعني. يا اخي طلعت لعفه فما فيه في خايب وفي باهي قد ولادي قالونا قد ولادي اليوم انت جاي باش تقرا على خاطر تنجح والا على خاطر تثقف خاطر نثقف باش ننجح وباش نثقف الاثنين باش ننجح باش نوصل حاجه باهيه باش نحسن من روحي باش نثقف باش نعرف باش نتعامل مع المجتمع قالونا انت العقل المدبر ايه ها عقل شعمل ما عملت شيء هاوكا قارة وهيك العقل المدبر كيفاش طردتوا بثلاث ايام مشني معاه ما انتش بالتكاكة حرقت ما عملت شيء انت مشني معاه غايب وقت اي تعرف الزيك وقت حق طردتني بثلاث ايام وانت غايب وانا غايب قول والله والله اول نهار في العودة المدرسية في غايب وفي باهي طب ليا محلولة ما تعدى من بحذاك حتى حد وقال لك سكر طبلية متاعك لا لا ها خليتها طو مازلنا ما وصلناش يعني للمرحلة دي بي قولي أول نهار جيتوا الصبيح تلميتوا صحيبات الكل مع بعضكم إيه حديش عندكم ما تقابلتوش من قبل معناها من كملنا القراية إي فما شكون طاح معاك فرد كلاس سنين الشلة يعني نقولوا لا 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 مش الشلة مش الشلة تفرقنا تفرقنا بي وقت اللي نسألك على أول نهار في العودة المدرسية صارت شي معاك طرفة من الطرائف قد ولادي قالوا لنا قد ولادي معاودة العام انتي؟ لا لا ها اي معناها قالوا لي معناها قد بنتي معناها على الكبار هكا يعني هكا اللي اكبر منك اول عام انتي ديك السنه يا هما قالوا قد ولادي اي هكاك شنو تحب تقول لهم؟ ربي يهديكم كنتوا كيفي بي وقت اللي نسالك سؤال ونقول لك انتي اليوم جايه باش تقرا باش تثقف والا باش تنجح؟ باش ننجح وباش نثقف الاثنين الاثنين باش تنجح عليه وباش تثقف عليه باش ننجح باش نوصل حاجه باهيه باش نحسن من روحي باش نثقف باش نعرف كيفاش نتعامل مع المجتمع باهي يعطيك صحه اجابه ممتازه وقت اللي نسالك ونقول لك طول حياتك في القرايه صارت شي نهار معك هكا موقف يضحك في القرايه اي صار اللي هو اللي انا لقيت في الكلاس كيفاش لقيت رقت رقت تمام هذا ثانية ابتدائي ثانية ابتدائي اي وسنة ولا ذاك خانص تروخير والباقي كل ما نذكرش امك اليوم كيفاش صبحت معك قامت معك الصباح ولا ساي كبرت 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 مع شقو معي قامت معك تحفظ على روحك عايش بنتي لخلط لي ليه ليه هما غير ما توصيني خاطر تعرفني انا شنو اي بي كلمة للناس اللي قاعدة تسمع فيك اقراوا على رواحكم وكاو وردوا بالكم على رواحكم وكاو تاحوا معاك الشلة متاعك ولا ليه؟ حتى واحد حتى واحد جيت اليوم تاخذ في الامبلوا شنو شعورك؟ خذيتها كنوريك الامبلوا اي شنو شعورك؟ ما لقيت حتى واحد من الشلة متاعك حد حبيت ننقل ما حبوش عليه؟ ما خلونيش قال لك اكتظاظ قال لك ما نقلوكش خاطر تمشي مع اصحابك تعمل مشاكل هكا هكا تعرفت على الناس الجد اليوم؟ ماكش ناوي تتعرف؟ ناوي نتعرف اما ناوي ننقل نهار اثنين ان شاء الله ان شاء الله قول لي الكلنا اول نهار في العوده المدرسيه تصير معنا طرائف زعما جيت باش جيت باش نفسها على القرايه يعني. يا اخي طلعت لعفه ما فيها طلعت ما فيها وشنو يا اخي؟ كاو ما كاو خاطر ما قريتش برشا انا ديجا قريت ساعتين برك نهارك اليوم كيفاش بدا؟ بدا الحمد لله باهي جيت نقرا جيت الصباح قريت ساعتين وروح وتويك ساعتين ما قريتهم ما فماش بروفيت ما فماش بروفيت وقت اللي نسألك اليوم انت جاي باش تقرا على خاطر تنجح والا على خاطر تثقف خاطر نثقف إجابة ممتازة اي بي كي نسألك حاجة أخرى ونقول لك صارت شي معك طرفة من الطرائف طول السنوات اللي قضيت فيهم مع اصحابك مع الشله نتاعك مع اصحابي ايش ايش عزيز مع الشله نتاعك عملتوش نهار مصيبه هكايا والله يا نذكرش انا يعني. هو قرا معايا وهذا قرا معايا هلا خلى استنى خلى ابوك يهز التليفون ويكلمك ويقول لك تروح للدار نوريك ولا حكايه وصلت لك ثلاث ايام كيفاش شنو الحكايه وقت بروف سيونس عندك
عندك الماركور فهمتني كانوا يعملوا فيه قبل يحطوا فيه البودر نتاع البودر نتاع الواحد نتاع الفرقي لو كان ب 500 فرنك حطوا فيها ويتكيفوا فيها فهمتني ويخرجوا في الواحد في الغبره نتاع حسيروا عملناها ولجاتنا بروف سيونس شافتنا كيكه قالت لنا شنو نطردوكم ولدرا شنيه فهمتني جاء عندنا زوز عندنا زوز ولاد اخرين واحد سكر الباب والاخر فكر التليفون في وصل الكلاس في وصل الكلاس واخي طردتنا 3 ايام ومع باش ما تشكيش بينا هي معناها يا اخي طردتنا 3 ايام ومع بروف الفيزيك زاد بروف الفيزيك طردتنا عادتنا طول 3 ايام ما عملنا لها شيء كي روحت للدار وبوك سمع بعد جمعه مازال ما سمعش التو شو يسمعك تو صار لي امك سمعت سمعت شو وقت لك وقت لي شيء ما قالت لي عاتبتني من الاول تعمل لي علاش ما عادش تبعها ما ادري شنو وكاو حاسه انت الخلط هي السبب علاش ديما الاولياء يقول لك اسمع ما عادش تخالط ما عادش تمشي دي علاش ديما الصبوع ما يعملش هكا لك كاو على المشاكل هما كل شيء على المشاكل باكي شنو تحب تقول للناس اللي قاعده تسمع فيك تويك حاب نقول لهم راني نحب نقرا من الكلاس وكاو شنو هو كاو ونحبهم وحياتك ونحبهم وحياتك في الدراسه تو ان شاء الله نقرا البر يعطيك صح قالوا لنا انت العقل المدبر ايه عقل شامل ما عملت شيء هاوكا قال راه هيك العقل المدبر كيفاش طردتوا بثلاث ايام مشني معاه ما انت جبت الكاكه ما عملت شيء انت معاهم غايب وقتها اي تاع فيزيك وقتها حق طردتني بثلاث ايام وانت غايب وانا غايب قول والله والله بي شنو حكيت الحرقه اللي يحكيوا عليها نهار 26 اوت 2022 28 واحد حرق من دبريس اي الله يرحمهم الله يرحمهم ميتوا كل كما جبدوا اربعه دفنوا دفنوا الكل اثرت فيك الحادثه اثرت في حما كامل علاش توا ديما يقولوا لك الحرقه 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 اجبد لنا اجبد على الحرقه احكي على الحرقه على الحادثه هذه هما يحكيوا مع ما فماش برشا من اللي ديجا تم احياء عام على ذكرى وفاه اشقائنا وابنائنا في البحر عندهم عام تو من اللي توفوا عندهم عام زيدا من اللي لبريش يعني احياء ذكرى متاع الوفاه نتاعهم نهارتها كيفاش كان نهار نهار صعيب برشا كلها ما شكون اكثر واحد كان قريب لك من اللي توفاو غسان خليف كان صاحبك كنتوا ديما مع بعضكم ليه هو كبيري وقتها اكبر مني فما شكون تحى معك فرد كلاس سنين الشله يعني نقولوا لا 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 مش الشله مش الشله فرقنا فرق زعما جيت باش جيت باش نفسها على القرايه يا اخي طلعت لعفه فما فيه في خايب وفي باهي قد ولادي قالوا لنا قد ولادي اليوم انت جاي باش تقرا على خاطر تنجح والا على خاطر تثقف خاطر نثقف باش ننجح وباش نثقف الاثنين باش ننجح باش نوصل حاجه باهيه باش نحسن من روحي باش نثقف باش نعرف باش نتعامل مع المجتمع قالوا لنا انت العقل المدبر ايه عقل شامل ما عملت شيء هاوكا قال راه هيك العقل المدبر كيفاش طردتوا بثلاث ايام مشني معاه ما انت جبت الكاكه ما عملت شيء انت معاهم غايب وقت اي تاع فيزيك وقتها حق طردتني بثلاث ايام وانت غايب وانا غايب قول والله والله